والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا أصدقائي في هذا المقطع سوف نريكم إزاي تحصلون على جميع الشخصيات التي توجد في لعبات فري فاير مجانا. ويا أصدقائي سوف نقوم بالشحن لأكثر من 10 شخص 100 جوهرة. ويا أسطورة لو أردت تكون معنا في هذه المسابقة اكمل الفيديو معنا إلى نهاية. ويا صديقي اعمل لايك للفيديو وقم بمشاركة هذا الفيديو ل3 أشخاص واعمل 3 كومنتيرات. وكما قلنا يا أصدقائي من خلال هذا الفيديو سوف نقوم بشحن لأكثر من 10 أشخاص 100 جوهرة. واليوم يا أصدقائي لقيت حدث جيد جدا، ويوجد فيه يا أصدقائي تلك الحدث عديد من الشخصيات بدون جواهر. واليوم يا أصدقائي سوف أعطيكم أحسن طريقة التي تمكنكم من الحصول على جميع الشخصيات التي توجد في لعبة فري فاير مجانا. ويا أسطورة كما قلت لك سوف نقوم بشحن لأكثر من 10 أشخاص 100 جوهرة للواحد. لو كنت أنت الأول يا صديقي من يشاهد الفيديو إلى النهاية يا صديقي سوف تحصل على 100 جوهرة. ولو كنت أنت الثاني يا صديقي تشاهد الفيديو إلى النهاية أيضا يا أسطورة سوف تحصل على 100 جوهرة. 10 أشخاص يا أصدقائي الذي يشاهدون هذا الفيديو هم الأوائل الأولى إلى النهاية، سوف نقوم بإرسال لهم أكثر من 100 جوهرة. واليوم يا أصدقائي في هذا المقطع كما قلنا سوف نشارك معكم كيف تحصلون على شخصيات فري فاير مجانا. وسوف نشارك معكم يا أصدقائي حدث يوجد فيه عديد من الشخصيات يتبعون بجولد فقط، بجولد فقط، وأعيد وأكررها يا أصدقائي عديد 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 من الشخصيات يتبعون بجولد. ويا أصدقائي توجد بعض الشخصيات اللي رهيبة جدا 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 تتبع في تلك الحدث بجولد يا أصدقائي. واليوم يا أصدقائي سوف نشارك معكم تلك الأحداث، وسوف نشارك معكم يا أصدقائي طريقة رائعة جدا 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 التي سوف تمكنكم الحصول على جميع الشخصيات التي توجد في لعبات فري فاير مجانا. يا صديقي لو كنت تحتاج ألوك سوف تحصل عليه، لو كنت تحتاج إلى شخصية كريستيانو سوف تحصل عليها. واليوم يا أصدقائي سوف أريكم إثبات، وسوف أعطيكم بالدليل، وسوف أريكم جميع الأشياء لكي تأكدون بأن هذه الطريقة تشتغل 100%. ولكن يا أصدقائي ابقوا معي في الفيديو وتابعوا هذا الفيديو يا أصدقائي خطوة بخطوة. واليوم كما قلنا يا أصدقائي سوف نشارك معكم أحد أحسن طرق الذي يمكنكم الحصول على كما قلت جميع الشخصيات، وأعيد وأكررها جميع الشخصيات يا صديقي. لو قلت يا صديقي لا يوجد في حسابك شخصيات في هذا الفيديو يا أسطورة سوف تحصل على جميع الشخصيات مجانا. ونؤكد لك يا صديقي سوف تحصل على الشخصيات مجانا، ابقى معي واكمل الفيديو إلى النهاية وسوف تضرب عصفورين بحجرة واحدة. لو كنت أنت الأول وتشاهدت هذا الفيديو إلى النهاية سوف نشحن لك 100 جوهرة وسوف تستفيد. كما تشاهد يا صديقي لدينا هذه الشخصية، هل رأيتها من قبل تتبع بجولد؟ اعطيني سؤال يا صديقي، هل رأيت هذه الشخصية من قبل تتبع بجولد؟ ها هي هذه الشخصية يا أصدقائي تتبع بجولد. والله العظيم يا أصدقائي عديد من الشخصيات يتبعون في هذا المتجر بجولد. كما تشاهد يا أسطورة لدينا هذه الشخصية وهذه الشخصية وهذه عديد من تقريبا يا أصدقائي جميع الشخصيات التي توجد في هذا المتجر يتبعون بيجول. كما تشاهد رائع يا أصدقائي، والله يا أصدقائي كما تشاهد هياتوا يا أصدقائي بيجول، هياتوا يا أصدقائي والله بيجول، حلو حلو والله حلو. سوف أؤكد لكم بأن هذه الأشياء بيجول كما تشاهدون يا أصدقائي. واو يا أصدقائي لدينا كما قلت لكم، هل تصدق هذه الشخصية بيجول؟ هل تصدق هذه الشخصية بجولد؟ نعم يا صديقي هادو الشخصيات يوجدون يتبعون بجولد كما تشاهد يا أسطورة. بغارت أعين أعينك يا صديقي كما تشاهد، شخصية تتبع ب 8000 جولد يا أصدقائي. والله يا أصدقائي شيء رائع، والله شيء أسطوري. كما تشاهد يا أصدقائي هل سبق لك رأيت هذه الشخصية تتبع بجولد؟ رائع يا أسطورة، شاهد لأؤكد لك بأن هذه الشخصية تتبع بجولد. هل شاهدت من قبل يا صديقي
هذه الشخصية تتبع بجولد. والله يا صديقي شخصية رائعة تتبع بجولد. وكما تشاهدي أصدقائي لدينا أيضا هذه الشخصية تتبع بجولد، ولدينا هذه الشخصية تتبع بجولد، ولدينا عديد من الشخصيات يا أصدقائي يتبعون في هذا المتجر بالجولد. وأتمنى يا أساطير تعجبكم أحد من أحدث الشخصية الذي يتبعون في هذا المتجر بالجولد. لو أردت يا صديقي الحصول على مثل هذه الشخصيات، والله يا صديقي سوف تحصل عليهم. كما تشاهد يا أسطورة لدينا شخصية الكوبرا يا أصدقائي بالجولد. والله شيء رهيب يا أصدقائي. كما تشاهدون لدينا هذه الشخصية لم أرها في حياتي يا أصدقائي بالجولد. واليوم يا أصدقائي كما تشاهدون شاهدت هذه الشخصية بالجولد. هل رأيت يا أسطورة هذه الشخصية من قبل تتبع بجولد؟ والله يا أصدقائي والله يا أصدقائي شخصية المشهورة، شخصية العرب، شخصية محمد رمضان، شخصية تتبع بجولد. هل رأيت مثل هذه الشخصية تتبع بجولد؟ ولكل الأسف يا أصدقائي يوجد عديد من الشخصيات. شخصية ألوك يا أصدقائي، لماذا لم يضيفوا شخصية ألوك ويضيفوا لنا شخصية كريستيانو ويضيفوا لنا بعض الشخصيات الأخرين بجولد؟ إن شاء الله يا أصدقائي سوف أبحث لكم، سوف أبحث لكم على سيربور جديد، وسوف أبحث لكم عن شخصية ألوك بجولد يا أصدقائي. واليوم يا أصدقائي سوف أريكم الطريقة الرائعة التي سوف تحصلون بها على جميع الشخصيات بدون جولد وبدون جواهر وبدون تاكر وبدون شحن جوال. يا أساطير اليوم ركزوا معي لكي تحصلون على جميع الشخصيات مجانا، وركزوا معي في هذه الثانية وسوف أعطيك طريقة رائعة التي سوف تمكنك على حصول على جميع الشخصيات التي توجد في لعبة فري فاير. أول شيء يا صديقي قم باختيار شخصية ألوك وقم بالنزول إلى الأسفل بالقليل، قم بالنزول إلى الأسفل قليلا. ويا صديقي قم بالاختيار ألوك أول شيء. سوف أعد وأكرر معكم يا أصدقائي لكي تفهموا جيدا، قم بالاختيار شخصية ألوك. ولو كانت لديك شخصية ألوك اختر أي شخصية من شخصيات التي شريتها من قبل، وأنزل إسوية إسوية إلى القليل. سوف ننزل إلى إسوية إلى إسوية إلى القليل إلى الأسفل، وسوف يا أصدقائي نختار الشخصية التي توجد في جميع الحسابات التي توجد في لعبة فري فاير. هذه الشخصية يا أصدقائي رائعة، والله شخصية رائعة يا أصدقائي. عندما تقوم بالاختيار الشخصية التي توجد في جميع الحسابات التي توجد في لعبة فري فاير، اختر يا أسطورة الشخصية التي لا توجد عندك. سوف نعطيك طريقة التي سوف تقوم باسترجاع بها هذه الشخصية مجانا. ركز معي يا أسطورة. كما تشاهد خططت أنا هذه الشخصية، وسوف أقطع الإنترنت يا صديقي وسوف أرجع لكم. قطعت الإنترنت يا أساطير وسوف أرجع بأمام عيونكم. كما تشاهدون يا أصدقائي شخصية مجانا حصلت عليها اليوم، واليوم يا أسطورة سوف أنت تحصل على هذه الشخصية. تبع الخطوات وسوف تحصل على هذه الشخصية مجانا. ولو أردت الحصول على شخصية بالذهب يا صديقي ما عليك إلا بوصل هذا الفيديو لأزيد من 5000 لايك. ويا أساطير سوف نريكم طريقة جديدة لكي تحصلون بها على شخصية ألوك مجانا. وأتمنى من كل قلبي يا أساطير توصلين هذا الفيديو لأزيد عدد من اللايكات. ويا أصدقائي إن شاء الله يا أصدقائي سوف أعمل معكم مسابقة أسطورية لكي تعملون يا أصدقائي، لكي تشتركوا يا أصدقائي في هذه المسابقة. اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الجرس وقوموا بإعطائنا 3 كومنتات لهذا الفيديو، وقوم بمشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك واعمل لايك للفيديو. وشكرا يا أصدقائي، وعما قريب سوف نعمل مسابقة أسطورية. وكما قلنا يا أصدقائي موضوعنا الشخصيات كما شاهدتم يا أصدقائي حصلنا على شخصيات بدون تعب، وحصلنا على أغلى شخصية في لعبات فري فاير بدون تعب. وكما قلت لك يا أسطورة تبع الخطوات وسوف تحصل على شخصية مجانا. وهذه الطريقة يا أصدقائي تشتغل في جميع الدول العربية. وكما قلت لك عندما يا صديقي تختار الشخصية التي تريدها اقطع الانترنت فقط. اقطع يا صديقي الانترنت فقط يا أسطورة. لو كانت عندك شبكة الويفي اقطع الويفي، ولو كانت عندك شبكة الانترنت اقطع الانترنت فقط يا صديقي، وقم بالرجوع عادي يا أسطورة. وسوف تلقى لديك شخصية التي اخترتها في تلك المتجر، سوف تبقى معك يا صديقي تلك الشخصية. وهذه الطريقة يا أصدقائي تشتغل في جميع الدول العربية. ويا أصدقائي إن شاء الله سوف نريكم كيف تحصلون عما قريب
على شخصية أروك، شخصية المشهورة، شخصية العنعورة. والله يا أصدقائي عم مقارب سوف أريكم كيف تحصلون على شخصية أروك ولو لسبع أيام، ولو لسبع أيام يا أصدقائي سوف أجيبكم تلك الطريقة ولو لسبع أيام. ابقوا يا أصدقائي متابعين حلقة شخصية فري فاير، والسلام عليكم يا أحلى متابعين في العالم.